اهلا بكم النهارده معانا في فيديو جديد. النهارده جايين في واحد من ارخص المولات الموجوده هنا في اسطنبول، مول 212 او 3. يلا بينا نشوفه مع بعض. مول 212 او 3 موجود في منطقه باجلر في اسطنبول الاوروبيه، بعيد عن مطار اتاتورك تقريبا حوالي 8 كيلو. ممكن تاخدهم بالتاكسي من 8 دقائق ل 12 دقيقه لو الطريق مفتوح. المول دوت موجود فيه 175 محل تجاري متقسمين بين الماركات العالميه والماركات التركيه. ممكن تاخد فيه لف تقريبا من ساعتين لثلاثه لو انت جاي انت والاولاد. موجود فيه اماكن للعب هنا وممكن مطاعم وحاجات كتير من دي. ايه ده حاطين عربيه هديه. بيقول لك لو اشتريت 50 ليره صابون من دوت هتدخل سحب على عربيتين لرينولت ميجان وممكن تكسب. ايه هنشتري ولا ايه؟ هنشتري عشان ندخل على السحب؟ تعال نسال جوه كده. المفروض اصلا زي ما مكتوب بيقول لك انت المفروض لما تشتري ب 50 ليره او اكتر بتسيب اسمك وبتدخل على السحب. لسه ما اعلنوش هيسحبوا امتى، او اعلنوا اهوت قالوا من او السحب دوت هيبقى من 1/12 ل 29/2، يعني تقريبا 3 شهور، ويعملوا السحب يوم 29/2 ويكسبوا شخصين في المسابقه دي. فاللي هيجي في الوقت دوت ممكن يكسب عربيه، ممكن يشتري صابون من دوت بحوالي 50 ليره او اكتر ويدخل سحب على العربيه دي، وممكن يبقى من نصيبه انه يكسب العربيه دي. احنا دلوقتي قدام ماركه من الماركات التركيه المشهوره جدا اللي هي كولنز. يلا بينا ندخل نشوف. هم عاملين عروض بشكل مبدئي 50% على كل حاجه، فيلا بينا ندخل نشوف في المحل ايه الاخبار. في كولنز الدنيا رخيصه، الهدوم الى حد ما رخيصه خالص. خلينا نشوف مع بعض الجواكت. فين دي مثلا؟ الجاكيت ده تقريبا بحوالي 250 ليره. كولنز احنا عارفين ان هو من الماركات التركيه المشهوره جدا، اللي هو تقدر الحاجه فيها رخيصه والخامه بتاعتها كويسه جدا، يعني اغلب الشعب التركي بيلبس من كولنز واسعاره مناسبه الى حد ما. والبناطيل مثلا هنا البنطلون ب 100 ليره والخامه بتاعته كويسه جدا، يعني الحاجه موجود عليها 50% خصم. والقمصان القميص ده حلو جدا، القميص ده شكله هو تقيل ب 140 ليرة. وفي بقى هنا الطواقي والبناطيل والجواكت والأحزمة، تقدر تيجي وتنقل اللي انت عايزه يعني. والأسعار فيه على كل حاجة 50% زي ما هم كاتبين، فالأسعار في متناول اليد يعني إن شاء الله. يلا بينا نروح محل تاني. كوتون من اشهر الماركات اللي موجوده هنا في تركيا، من اشهر المحلات اللي موجوده في تركيا وموجوده في العالم اصلا كله. في منها عندنا في مصر، وماركه كويسه جدا. الحاجه بتاعتها الخامه بتاعتها من افضل الخامات الموجوده هنا في تركيا، وفي اصلا عاملين اندريم اللي هو خصومات لمده 50% لحد 50%. والاسعار هنا رخيصه جدا بالنسبه للخامه، يعني الخامه بتاعه الكوتون يعني كويسه جدا. يعني انا اصلا بحب البس من الكوتون، اغلب هدومي بجيبها من هنا. والاسعار كاتبين ان هي بتتراوح من 40 ل 60 ليره، ده للقمصان مثلا. والبناطيل من 80 ل 120 ليره. فمثلا لو بصينا على الاسعار دي 80 ليره، الخامه بتاعتها كويسه جدا. والجواكت برضو هنا رخيصة، يعني حوالي ب 100 ليرة. محلات كوتون منتشرة في تركيا كلها، ومنتشرة
في منها في الوطن العربي عندنا في مصر موجود فيها اصلا، موجود من المحلات ديت، واسعارها هنا كويسه جدا. يعني هم عاملين اصلا خصومات 50% الجواكت والبناطيل والقمصان وكل الحاجات ديت، سعرها رخيص جدا، يعني حاجات ب 80 ليره حوالي ب 12 دولار ولا ب 13 دولار، فالسعر مش غالي خالص. يعني مثلا هنا الجواكت هنا اسعارها، سعر الجاكت حوالي 280 ليره، الجاكت للشتاء كويس جدا يعني سعره 280 ليره، ولو هتجيبه قسط هتجيبه بحوالي 310 ليره. هنا الاتراك اغلبهم بيشتروا الحاجات دي بالتقسيط اصلا، بيقسطوها على 6 شهور و12 شهر، واغلبهم برضو بيشتري الحاجات مباشره. فهنا الاسعار زي ما مكتوب قدامنا كلها من 40 ل 60 ليره مثلا، والخامه بتاعه قطن يعني من ممكن نقول عليها من افضل الخامات الموجوده هنا في تركيا. وبعض الحاجات هنا برضو الخامات بتاعتها كويسه جدا والشكل بتاعها محترم، واسعارها يعني ممكن نقول خرافيه، الاسعار ممكن نقول من غير فلوس اصلا. الحاجات بخمسين وستين ليرة، وده قلما لما تلاقيها هنا في تركيا أصلا. فبشكل عام ممكن تيجي أصلا قطن تشتري منه كل حاجة أنت عايزها. هنا موجود محل برينس أند أويل، أسعاره إلى حد ما مناسبة جدا، مناسبة جدا. أنا لسه بص عليه، بس خلينا نشوفه تاني مع بعض. أسعاره رخيصة جدا، تعالوا عليه خصم هنا كبير. التيشيرت ده مثلا بخمسين ليرة بس، خمسين ليرة ديت اللي هي تقريبا حوالي 10 دولار، والبلوفر دوت أو الجاكيت دوت بستين ليرة، والحاجة هنا خلينا نشوفها مع بعض. أنا مجربتش بصراحة قبل كده، مجربتش اللبس ده قبل كده، أنا مش عارف الخامة عاملة إيه، بس بشكل مبدئي كويسة يعني، والأسعار رخيص جدا هنا، مش غالي اصلا، حتى هو مش عامل خصومات، فتقريبا ان دوت السعر الاساسي بتاعه. الجواكب دي مثلا في بعض البرندات بره بحوالي 300 و400، هنا ب 180 ليره بس الجواكب دي. فلو جيتوا هنا اللي هو 212 اوتلت، حاولوا تيجوا للمحل ده، في حاجات ان شاء الله هتعجبكم يعني كويس. في ما شاء الله تيشرتات بحوالي 29-30 ليرة، والخامة إلى حد ما كويسة، مش قوي، مش زي المحلات اللي هي الماركات العالمية، بس مقبول يعني، سعره بالنسبة للخامة مقبول شوية. وفي كل حاجة هنا بقى، يعني هنا للرجال والحريم جوه، وفي أطفال برضو في الآخر. خلينا برضو نروح نبص عليها بصة. هدي 219 في المحلات برة، في الماركات يعني اللي هي عالية شوية بتلاقيها ب 500 و600 ليرة، وده يعني الخامة مش عجبانة قوي والله، بس السعر كويس جدا، ويعني مناسب للخامة. وصلنا دلوقتي للإل سي اللي ممكن نسميه الحوض بتاع المحلات الموجودة هنا في اسطنبول، الحوض لمحلات الملابس الموجودة هنا في اسطنبول، ممكن نقول عليه أرخص المحلات الموجودة هنا في اسطنبول، وخاصة لو كان أوتلت. الحاجة هنا في الإل سي ممكن نقول إنه محل الشعب أصلا هنا، كل تركيا تقريبا بتلبس منه، يعني أنت ممكن تشتري الحاجة التيشيرت ولا حاجة، بعد يومين ثلاثة تمشي في الشارع ممكن تلاقي اسطنبول كلها لابسة أصلا لابسة التيشيرت ده، عشان كده هو ممكن نقول عليه محل الشعب كله بيلبس منه. فأسعاره هنا أقل أسعار موجودة هنا في اسطنبول أصلا، أسعار رخيصة جدا. يعني الجاكيت دوت مثلا لو شفتوه في ديكاتلون مثلا أو كولنز أو الكلام ده، هتلاقوه مثلا ب 340 ولا ب 500، هنا هتلاقيه ب 150 ليرة، وهكذا بقى كل الحاجات الموجودة هنا. أي حاجة هتلاقيها هنا في المحل ده، يعني من
هدوم داخلية، هدوم خارجية، كل الهدوم، جواكت، انصان، بناطيل، اي حاجة هتلاقيها هنا في المحل ده. فممكن تيجي تزوروا المكان هنا، الجواكت الجميلة جدا بمئة ليرة ومئة وعشرين ليرة، والامصان والبناطيل وكل حاجة، الحاجة هنا رخيصة جدا جدا جدا. وزي ما موجود مكان كبير جدا للرجالة، في مكان تاني كبير جدا برضو للستات، وفي مكان جوه تاني للأطفال، في ملابس كتير جدا هنا، وفي في الدور التاني والتالت والرابع فروع تانية للإل سي، ممكن في إف إل سي اللي هو حاجات البيت، ممكن تجهزي منها البيت أصلا، وفي دور تاني للأطفال، وفي دور تاني للرجالة، وفي دور تاني للحريم. فأي حد يجي هنا هيلاقي كل حاجة هو عايزها موجودة هنا في الإل سي، وبأسعار مناسبة جدا للكل، يعني تتراوح من 50 لمئة ليرة. وهنا المحل دوت بي تي إم، الأسعار فيه برضو رخيصة جدا، الجواكت عاملين خصومات أكتر من 50%. الجواكت هنا موجودة بمئة ليرة بس، جاكت حلو جدا، جلد أصلا، ينفع جدا للشتاء هنا، بسبب إن البرد جدا، بيبقى الدنيا برد قوي هنا، الجاكت بمئة ليرة. والأسعار هنا في المجمل كلها كده في المحل ده، فهنا حاجات الرجالي، وهنا حاجات الرجالي برضو، وفي قدام حاجات الحريمة هنشوفها واحنا داخلين مع بعض. البناطيل هنا برضو يعني حاجات بتسعة وعشرة ليرة، حاجات يعني رخيصة جدا جدا جدا. والخامة هنا، الماركة دي مشهورة هنا في تركيا برضو، الخامات هنا كويسة، القميص بحوالي 15 ليرة، والبناطيل برضو، البنطلون الجينز الخامة كويسة جدا ب40 ليرة، وجواكت البدل والحاجات أسعارها يعني تقريبا ممكن نقول ببلاش أصلا. تعال نشوف الجواكت دي كده، الجاكت دوت لو جبته من ماركة برة الخامة بتاعته كويسة جدا والله، ب129 ليرة، ب130 ليرة، انت لو جبته من برة ممكن يخش له في 300-400 ليرة ولا حاجة. هنا الأسعار زي ما انتوا شايفين رخيصة، فانتوا لو جيتوا هنا المول دوت اللي هو 212 أوتلت اللي احنا موجودين فيه، تقدروا تيجوا المحل هنا. انا برضو حتى هنا جيت قبل كده زمان، اشتريت منه حاجات كتير، والخامة هنا كويسة، الخامة كويسة جدا هنا. وفيه في آخر الممر كوتشيات سعرها رخيص جدا، انا جايب منها برضو تقريبا السنة اللي فاتت، خلينا نشوفها مع بعض. الكوتشيات هنا تقريبا سعرها في الاغلب حوالي 70-80 ليرة. خلينا نبص على دوت سعره 84 ليرة، كوتش جميل جدا. والبوتات برضو هنا سعرها رخيص، خلينا نبص عليه. البوت ده كله سعره حوالي 80 ليرة بس، جوه حاجة شبه فرو كده علشان يدفي، لان الشتاء هنا زي ما قلنا بيبقى برد قوي. في المجمل يعني ما فيش هنا ماركات عالمية كتير، بس الخامة بتاعتهم كويسة وفي نفس الوقت رخيصة جدا، يعني الأسعار هنا زي ما قلنا ده بمئة ليرة مثلا، الأسعار هنا رخيصة جدا. فانتوا لو جيتوا هنا المول ده 212 أوتلت، ادخلوا البي تي ام، المحل اسمه بي تي ام، الأسعار فيه رخيصة رخيصة رخيصة، والخامة فيه كويسة جدا جدا. العالمية الموجودة هنا اللي هو اليو اس بولو، هو عامل خصم 50%. تعالوا ندخل نشوفه مع بعض. ده قسم الحريمي، الأسعار هنا إلى حد ما كويسة. عارف انا ما بعرفش حاجه في قسم الحريمي خالص، تعالى خلينا نروح قسم الشباب او الرجال احسن. يعني الجاكيت ده حلو جدا بس ب650 ليره، غالي جدا. ده بلوفر
قبل الخصم كان ب1100 ليرة، دلوقتي بقى ب550 ليرة، خصم 50%. وفي بعض التيشيرتات هنا اليو اس بولو طبعا ماركة عالمية، وانتوا عارفين الخامة بتاعتها، والخامة بتاعتها طبعا مش هنقدر نقول فيها حاجة، الخامة بتاعتها كويسة جدا، بس السعر هنا كويس إلى حد ما، في خصومات 50%، تقدروا تيجوا تجربوا وتشتروا هنا من الحاجات دي. دلوقتي احنا موجودين قدام ميديا ماركت، من أشهر الماركات الإلكترونية اللي موجودة هنا في تركيا. الحاجات هنا كل حاجة تقدر تلاقيها هنا أصلا، زي التليفونات واللابتوبات وكل الأدوات المنزلية تقدر تلاقيها هنا. بس نصيحة مني، ما تشتريش أبدا من هنا من تركيا بشكل عام تليفونات، لأن التليفونات هنا بتبقى جاية بفلوس غالية جدا، لأن هم عندهم هنا نظام اسمه نظام التطريق. لو جايب أي حاجة من برة لازم تطرق التليفون، يعني لو جايب أي تليفون من برة أو أي حاجة إلكترونية يعني، بس الكاميرات والحاجات دي عادي ما بتتطرقش. هو التليفونات اللي بيتحط فيها سيم كارت لازم يتطرق. ونظام التطريق هنا كان في البداية كان بدأ بحوالي 100 ليرة، وبعدين وصل لحوالي 300، ودلوقتي وصل ل1500 ليرة. فأي تليفون تجيبه من هنا بيبقى غالي جدا، علشان يوازنوا بين اللي بيجيب من بره ويطرق واللي بيجيبه من هنا مباشرة. بس حتى لو جبته من بره وطرقته هنا بتوفر لنفسك حوالي $500. يعني التليفونات بشكل عام حاولوا ما تجيبوهاش هنا في تركيا، لازم تجيبوها من بره، ولو هتقعدوا هنا فترة طويلة يبقوا طرقوا التليفونات. لكن بعض الحاجات هنا ممكن تلاقي سماعات، ممكن تلاقي كاميرات، وأدوات المنزل بقى هنا موجودة على طول وبأسعار إلى حد ما مناسبة. آخر دور موجود في المطاعم، في أشهر الماركات العالمية شكل ماكدونالدز وبرجر كينج، وفي الماركات التركية شكل جرين سرات، وبرضو الماركات العالمية شبه بوبويز. وهنا في يعني لما تيجي هنا تقدر تاكل في بيدا بيدا، وفي برضو يعني في أغلب الماركات هنا موجودة، والكي اف سي موجود. تقدر تيجي هنا لو انت مثلا جاي مع أهلك ولا حاجة، تقدروا تطلعوا تتغدوا هنا. احنا لسه دلوقتي الجماعة موجودين برضو في الدور الأخير اللي هو موجود فيه المطاعم، موجود فيه زي ما موجود فيه المطاعم الناحية التانية، موجود هنا الناحية دي مدينة ملاهي صغيرة كده للأطفال، ممكن تجيبوهم تسيبوهم هنا وبفلوس رمزية خالص، يعني ممكن يدخلوا يلعبوا ويعملوا وتدفعوا لهم 15 ليرة بالكتير في آخر اليوم. وكل الألعاب تقريبا موجودة هنا، ممكن الأطفال تيجي تلعب، بتشتري لهم كارت كده صغير بيدخلوا بيه الألعاب ديت، والحاجات أسعارها رمزية جدا يعني، علشان يلهوا الأطفال لحد ما الأهل يعملوا الشوبينج بتاعهم. كان هذا كل شيء أعزائي المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وما تنساش وما تنسيش تعمل لنا لايك وشير، وسيبوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات، وأهم حاجة تعمل لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. سلام. يا ابني مش هجيب، انا ايديا وجعاني، ما بلعبش رياضه انا خالص. امر لله. تعال الناحية دي انت.